دابا انا غنقول لكم شرف ليا اني نتصور معكم وغتشوفوا هذا الفيديو في تيك توك. ممكن شوف 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 كلشي شعل كلشي راه عنده تيك توك مزيان راه انفلونسور تبارك الله وصحبي كلشي شعل البيل يلا يلا اخوان يلا كلشي شعل البيل يلا يلا زيد 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 فيديو اسطوري بشابي بشابي بلاتي الله ما شعلوا الفلاش كاملين واش بغيتو انا اذا اليوم يلا شعل معايا زيد زيد كلشي شعل كلشي شعل زيد 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 غنشد واحد الفيديو واعر من الفوق لله لله يلا بلاتي يلا لا لا يونس الفيديو ديال البارح راه وصل 200 الف وغادي ان شاء الله الفيديو غيضرب المليون هذا 10 المليون على حسابي ان شاء الله انت عطوني ميزان شعبي وحنا غنقولوا والمسفي وجوا جوا 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 واو مفهومة يا نتوما راه ما كاينينش معانا حتى غدور الكاميرا مفهومة صافي مزيان بغيت الجمهور كله يسمعها يلا يوسف بغيتهم يعرفوا ولاد انسي علاش قادين غدوا البصر الله يرحم والدي مع الاخوان اسمع اسمع اخوان البارح دوزنا السهره وقال لينا ما جاوش لكم الجمهور بزاف واليوم دوزنا السهره الثانيه وقال لك ما غايجيش لكم الجمهور يونس شوف طريق معنا انت معنا وقول لهم والمس في وي شوف 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 دابا الشيخ دابا كنقول لكم هذيك النفعه اللي في راس النفعه ولا تجدم يوسف وانا حيح اليوم بعدا طالع دابا دابا الحيحه دابا 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 نايلة الروينه دابا دار على راسه طلع دابا دابا اطلع دابا دابا هاد الاخوه هاد السيد راني اللي علمتهم علمتهم انا اللي خير انا اللي علمتهم كما كيفاش يستفيدوا بحال كما باش يتعلموا يضرب لا يوسف زوبي الفنان المدينه الغزال واه هذا الفنان الكبير سيدي محمد زوبي تحياتي لهذا المنبر تحيه نعم شكاين تحيه اشوف تحيه للدراري يشوف تي في الله قسما بالله للدراري يشوف تي في الله يعمر هذا مالو زاهي ولا على باله شوف تحيه سكيتش كامل داروا غاليك اشوف اشوف شوف شوف اقسم لك بالله كنهضر معاك صريح شوف تي في شوف تي في عندي اصدقاء خدامين فيها وانت ترى كامل اصدقاء انتم راه تبارك الله انت بوحدك فيك شي سته ولا سبعه والله العظيم تحيل احسن طه واحسن مواقع الالكترونيه مع الكلمه معك نيجي تاع الكلمه احسن صحافي صافي احسن صحافي الله عليك الله يبارك عليك خويا صافي واعره 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 ناضيه الجمهور جمهور محيح قسما بالله الجمهور كلشي ناضي شوف شوف باش نقول لك واحد القضيه اسفي وماشي غير اسفي المغرب كامل العالم كامل راه هذا الشيء اللي كيحرك الاقتصاد وكيحرك راه كي قلتها البارح راه مول الزريعه خدام راه مول القليه خدام راه الكارديال خدام راه كلشي خدام كلشي كيترزق الله وراه الا كنا قناوه كنقولوا صغيره كنا مثلا المهرجان ديال الموازين ايقاعات العالم كنقولوا الرباط كنقولوا السلام بحال كيفاش كتمشي للمدينه هذوك الناس اللي في فيسبوك يقول لك هادشي اللي خاص المدينه هادشي حنا فنانه ولاد البلاد فين غنخدموا اش نديروا اشنو غنديروا حتى حنا نمشيو للفيسبوك نبداو نشكاو راه هادشي اللي كيحرك المدينه واللي مشارجي شي 5 دراهم ديال الكونيكسيون الله يسهل عليه ولي طالق ليه الويفي نجم السته تحيه نجم السته انتقد خذ راحتك ما تبقاوش تعير لبنادم والديهم تبارك الله عليكم ويبقى شعارنا الله الوطن الملك تاع الله يعاونكم وحنا نمشيو لو تحت اليسار
ديال السهره اليوم تاني الاجواء جد رائعه. الجماهير تفاعلت معنا بشكل كبير، حضور جماهيري منقطع النظير. تحيه للسلطات الامنيه اللي قايمه بواحد الواجب اللي كبير جدا، السلطات المحليه، رجال القوات المساعده، الامن الوطني، السلطات الامنيه بمختلف تلاوينا، اللي لولاهم ما غنشوفوش هاد السهره بهاد الجماليه وبهاد التنظيم الرائع. خشبه فوق منك الجمهور وتحت منك الجمهور، هذه العظمه. فاكيد اننا غنشوفوا العديد من السهرات ان شاء الله، غنشوفوا العديد من المهرجانات. اسفي مستعده لاستقبال الموسم الصيفي في احسن الظروف. شكرا.